فهذا سائل يسأل يقول: قمت قبل شروق الشمس بدقائق، وإذا توضأت أو اغتسلت فات وقت الصبح، فهل يجوز لي أن أتيمم اختصارا للوقت؟ إذا وجد الماء وكان الإنسان قادرا على استعماله ولكنه خشي باستعماله خروج الوقت بحيث لو تطهر لا يدركه ولو تيمم لا أدركه، فللعلماء في ذلك خلاف. فأبو حنيفة يقول: لا يجوز التيمم إذا خاف فوت الوقت، لأن لها بدلا وهو القضاء، ويجوز إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد. والشافعي يقول: لا يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت أو خوف فوات الجنازة أو العيد، لأنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم وهو عدم وجود الماء. فالجمعة لو فاتت تقضى ظهرا، والصلوات المفروضة لو فاتت يقضى في غير وقتها، والصلوات الأخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فلا داعي لصلاتها بالتيمم. وقال مالك: إذا خشي باستعمال الماء خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة على المعتمد، أما صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم لها إلا إذا تعينت عليه. وأما الجمعة ففي صحة التيمم لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها. وقال الحنابلة قريبا من قول مالك: ولكل إنسان أن يختار الرأي الذي يستريح له، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطيه صدر، نسمع عن صلاة تسمى صلاة فاقد الطهورين، نرجو توضيح ذلك. الطهوران هما الماء والتراب، والذي يفقدهما يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادتها فهلكت، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي، وهو أقوى الأقوال دليلا، والمعنى أن آية التيمم بالتراب لم تنزل إلا بعد أن صلوا بدون وضوء بالماء لعدم وجوده. ويفيد هذا أن فقد ما يتطهر به من الماء أو التراب يبيح الصلاة بدون تطهر. ومثل ذلك من وجد في منطقة جليدية ليس بها تراب ولم يتحمل أن يتطهر بالثلج لشدة برودته وعدم وجود ما يدفئه به، فيعتبر فاقد الطهورين يصلي حسب حاله دون إعادة عليه، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، ما حكم من أدركته الصلاة في السفر سواء أكان في قطار أو أتوبيس أو غيرهما وهو غير متوضئ، هل ينتظر إلى أن يصل إلى أقرب محطة أم يتيمم ويصلي؟ إن كان السفر طويلا يجيز القصر والجمع فله جمع التأخير بأن يؤخر الوقت إلى وقت الصلاة الثانية، أي يؤخر صلاة الظهر ليجمعها مع صلاة العصر، أو يؤخر صلاة المغرب يجمعها مع صلاة العشاء.
وإن كان السفر قصيرا وخاف خروج الوقت ولم يجد ماء فإنه يجب عليه إن وجد ترابا أن يتيمم ويصلي، وإن لم يجد ترابا ولا ماء في وسيلة السفر صلى كفاقد الطهورين ولا إعادة عليه. أما إن لم يخف خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل وينتهي سفره ثم يتوضأ ويصلي، والله أعلم. سيدة تقول: أحب طلاء أظافري وأصبغ شعري بالحناء وأستعمل الزيوت في شعري، هل يستلزم لصحة وضوئي وطهارتي من الجنابة أن أزيل الطلاء والحناء والزيوت؟ كان العرب قبل الإسلام يختضبون بالحناء والكتم، يلونون بهما الجلد والشعر والأظافر، وأقره الإسلام، بل ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مع التحفظ في صبغ الشعر باللون الأسود. روى أبو داود بسند حسن أو صحيح أن امرأة أتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وله روايات متعددة. وجريا على سنة التطور وجدت أنواع كثيرة من الزينة مع قواعد منظمة لها، ومنها الطلاء المعروف باسم المانيكير في أظافر الكفين، وباسم البيديكير في أظافر القدمين، وهو مادة لها جرم قد يكون رقيقا وقد يكون كثيفا ولا يزال بسهولة، فقد يقشط بآلة حادة وقد يذاب ببعض الأحماض. وقد أجمع الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوضوء والغسل إلا لضرورة كجرح يضره الماء، ومن هنا قالوا بتخليل الأصابع وتحريك الخواتم ليصل الماء إلى الجلد، فلا بد من وصول الماء إلى كل ما يجب غسله. ومما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة في شروط صحة الوضوء عدم الحائل المانع من وصول الماء إلى البشرة كشمع ودهن وعجين ونحوها، ومنه عماص العين والأوساخ المتجمدة على العضو. ولا شك أن طلاء الأظافر مادة لها جرم كالشمع والعجين، فلا بد من إزالتها ليصل الماء إلى ما كان مستورا بها. ولا يصح أن يقاس الطلاء على الجبيرة فيكتفى بالمسح عليه دون ضرورة إزالته، ذلك لأن الجبيرة وضعت لعذر وهو تضرر العضو من الماء، أما الأصابع فلا يوجد عذر يخول المسح عليها هذا. وإذا كانت هناك أظافر صناعية فلا بد من نزعها لتغسل الأظافر الأصلية. وأنبه إلى كراهة تطويل الأظافر وتشكيلها بحيث تتفق مع الموضة، فإن من السنة التي يشترك فيها الرجال والنساء جميعا خص الأظافر، فهو من سنن الفطرة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وقد جعلها أبو بكر ابن العربي من الواجبات، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، من غسل الميت هل يجب عليه أن يغتسل؟ الغسل لمن غسل أو غسل ميتا مستحب وليس بواجب كما قاله جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد طعن جماعة في صحة هذا الحديث،
لكن الحافظ ابن حجر قال حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به، والأمر في ذلك للندب لا للوجوب، كما روي عن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الخطيب بإسناد صحيح. ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا، رواه الإمام مالك. من هنا نعلم أن الغسل من غسل الميت سنة وليس فرضا، والله أعلم. رجل احتلم عند ضيفه وخشي من الشك، فماذا يفعل؟ إذا علم الضيف من صلته القوية وصداقته المتينة صاحب البيت أنه لا يظن به سوءا، كان عليه أن يطلب الاستحمام للصلاة. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه سيتهمه بسوء، فإنه يمكن بأسلوبه اللبق أن يطلب ذلك، كأن يدعي أنه يريد النظافة لطول عهده مثلا بالاستحمام، أو يريد التبرد من شدة الحر مثلا، وذلك لمحاولة أن يصرف ذهن صاحبه عن الظن السيء، وذلك على مثال ما قال العلماء للمصلي الذي يخرج منه ناقض للوضوء وهو في الصلاة، فإنه ينصرف منها واضعا يده على أنفه لإيهام الناس أن به رعافا لا أنه أحدث في الصلاة. على أن جماعة من العلماء قالوا يجوز له التيمم عند ضيق الوقت ويصلي حتى لا تفوته الصلاة، ثم يتصرف في الغسل بعد ذلك بطريقة تنقذه من هذا الحرج. هذا وخوف اتهام الضيف بالسوء يكون لو نام في الدور أو المسكن الذي فيه حريم، أما لو كان نائما في مكان منعزل عن الحريم فالواجب عليه أن يغتسل في البيت أو خارجه، ولا يعبأ بشك صاحب البيت، لأنه حينئذ يكون متجنيا عليه وظالما له، وبخاصة إذا كان الضيف معروفا بالخلق الطيب واستقامة السلوك فلا يخشى بأسا من الاغتسال. فالمؤمن المستقيم جدير بأن يدفع الله عنه قالة السوء. وإذا أعيته الحيل لدفع الشكوك والظنون السيئة عنه، قال بعض العلماء إنه صار كالسجين في بيت صديقه فيسقط عنه الغسل اتقاء للتهمة، ولأن الضرورات تبيح المحظورات. وهنا يقول بعض علماء الحنفية يجب عليه أن يصلي بدون غسل في الوقت لحرمة الوقت، ولكنها صلاة غير حقيقية، بل يتشبه بالمصلين في الحركات ولا ينوي ولا يقرأ ولا يصلي إماما ثم يعيد الصلاة بعد التمكن من الغسل. وقال بعض المحققين يستحسن له أن يتوضأ عقب الاحتلام ويصلي الصلاة السورية رمزا لمواظبته على طاعة الله ثم يعيدها بعد الغسل، والله أعلم. بعض النساء يلبسن فراء قد يكون من حيوان نجس، فما الحكم في ذلك؟ الفراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه
وحرمته، وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ. فقال الشافعي: يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيا، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجس، وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ. وحرمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبو حنيفة ومالك، على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه. وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم 7 مذاهب في طهارة جلد الميتة بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب، وذلك ظاهرا وباطنا، أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها. وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه، والله أعلم. رجل كسرت رجله فتم جبرها بعظم حيوان النبي، فما الحكم في ذلك؟ جاء في مجموع النووي: إذا انكسر عظم الإنسان ينبغي أن يجبر بعظم طاهر. قال أصحابنا أي الشافعية: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر. إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه آثم ووجب نزعه، إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو، ولم يوجد أحد الأعذار المذكورة في التيمم. فإن لم يفعل أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه، ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه سوءا، وسواء اكتسى العظم لحما أم لا. هذا هو المذهب. وهناك قول: إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك، حكاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وإن خاف من النزع هلاك النفس أو هلاك عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين. ثم قال في مداواة الجرحى بدواء النجس وخياطته بخيط النجس: إنه كالوصل بعظم النجس. يؤخذ من هذا أن جبر العظم بعظم النجس لا يجوز إلا عند الضرورة، وإن لم توجد الضرورة وجب نزعه، إلا إذا خاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فإنه لا ينزع، والله أعلم. رجل يقول: أنا دائم السفر وأعلم أن المسح على الجورب من الرخص المباحة للمسلم بصفة عامة، فما شروط المسح على الجورب؟ وقياسا على الجورب، هل يجوز المسح على العمامة بالنسبة للرجل أو المسح على الخمار بالنسبة للمرأة؟ المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالسنة الصحيحة، سواء أكان لحاجة أم لا، وجعله بعض العلماء من المتواتر الذي لا يجوز إنكاره. والخف حذاء مصنوع من الجلد أو من مادة أخرى تشبهه كالجوخ والقطن، ويسمى المتخذ من هذه المواد جوربا. والمسح على الجورب ثابت أيضا عن كثير من الصحابة، وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين،
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن ضعفه أبو داود. قال العلماء: ويشترط في صحة المسح على الجورب أن يكون ثخينا، فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط، ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، ولا على الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا. ولم يخالف أحد من الأئمة الأربعة في ذلك، بل زاد المالكية في الجورب أن يجلد ظاهره وهو ما يلي السماء، وباطنه وهو ما يلي الأرض. وعلى هذا فلا يجوز المسح على الجوارب المعروفة الآن ما دامت لا تمنع وصول الماء، لأن القصد الأساسي من المسح هو عدم وصول الماء إلى الجسم، فإن كانت بالمواصفات المذكورة فلا بأس بالمسح عليها، ولا ينبغي أن يؤخذ جواز المسح عليها على إطلاقه، ولا أن تكون التسمية لمجرد الشبه كافية في الإلحاق بالمشبه به في الحكم، فكم في التسميات من تجاوزات، وكم فيها من الاعتماد على أدنى ملابسة مع المخالفات في الأمور الجوهرية. أما المسح على غطاء الرأس فقد روى مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وروى مسلم وغيره عن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، والمراد بالخمار كل ما يغطي الرأس من الرجل أو المرأة، ومنه العمامة للرجل والطرحة وما يماثلها للمرأة. قال جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز الاقتصار في مسح الرأس في الوضوء على العمامة أو الخمار، ويجوز تبعا، يعني أن يمسح الناصية المكشوفة ثم يكمل على غطاء الرأس بالمسح، ولا يجب خلعه. وحجة هؤلاء أن الله فرض المسح على الرأس، والحديث الوارد في العمامة محتمل التأويل. وأحمد بن حنبل الذي قال بجواز الاكتفاء بالمسح على العمامة والخمار اعتمد على الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم. وهذا الحديث كما قال النقاد حديث ضعيف لا يعارض القوي. والقائلون بالجواز بعضهم اشترط ما يشترط في المسح على الخفين من لبسه على طهارة، وألا يتجاوز يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر. ومهما يكن من شيء فإن المسح على الرأس هو الواجب كما قال الجمهور، وليس فيه مشقة، لأن بعضهم قال يكفي مسح ثلاث شعرات لا جميع شعر الرأس، ومن كان شعره يتأثر بمسحه كله فليمسح قليلا منه فهو كاف، على أن ذلك كله في الوضوء. أما الغسل فلا بد فيه من غسل الشعر كله، والله أعلم. فضيلة الشيخ، من أكل لحم إبل أو لحما مشويا هل يستلزم ذلك الوضوء؟ روى مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال الرجل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال الرجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وروى مسلم أيضا: إنما الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وروى أبو داود عن جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء. قال النووي: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، محتجين بحديث جابر المذكور، وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها. وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، وحكي عن أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة، إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على الحديثين الأولين. والجمع بين أمر النبي بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه في آخر الأمر من ترك الوضوء مما مست النار، هذا الجمع فيه كلام كثير. وقد رأى بعض العلماء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل اليدين، أي الوضوء اللغوي، وإن كان هذا الرأي فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه. والمختار للفتوى هو رأي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو ما مس في النار، والله أعلم. نشاهد في بعض القرى التي تقع على فروع وترع النيل أن بعض الأشخاص يتوضؤون وهم كاشفون لعوراتهم، وأيضا يتبولون في المياه الجارية، فما حكم الدين في ذلك؟ أما كشف العورة عند الوضوء فلا حرمة فيه، فإن الذي يريد الغسل من الجنابة مثلا يخلع ملابسه ثم يبدأ بالوضوء أولا على جهة الندب، ولم يقل أحد بوجوب ستر العورة عند الوضوء، وإن كان ذلك مستحبا ما أمكن، وبخاصة إذا كان الوضوء في مكان عام والناس ينظرون إلى الإنسان، فالمطلوب منه ستر عورته وهي ما بين السرة والركبة، لأنه يحرم على غيره أن ينظر إليها، وهذا ما عليه الشافعية والحنفية مستدلين بحديث الدارقطني والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وفي حديث رواه أحمد والبخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وقال الحنابلة والمالكية: عورة الرجل بالنسبة إلى الرجال هي القبل والدبر فقط. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه في بعض الأحيان، وذلك عندما دخل عليه أبو بكر ثم عمر، ولما دخل عثمان ستر فخذه استحياء من رجل تستحي منه الملائكة، وذلك مروي بعدة طرق، والرأي الأول أقوى، والستر مهما كان أفضل إن لم يكن واجبا. هذا في كشف العورة. أما التبول في المياه الجارية فهو تلويث،
وقد صح في الحديث النهي عن التبول والتغوط في الملاعن الثلاثة، وهي موارد المياه ومواقع الظل والطرق، لأن في ذلك ضررا، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما في الحديث الشريف، والله أعلم. نسمع كثيرا عن سنن الفطرة فما هي، وخصوصا أننا نعلم أن الإسلام دين الفطرة. سنن الفطرة جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، وحديث عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء والمضمضة، وهي غير محصورة في ذلك بل هي كثيرة. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من القبل بالنسبة للرجال، وقطع جزء من أعلى الفرج بالنسبة للنساء، وهو سنة قديمة صح في البخاري حديث: كختتن إبراهيم خليل الرحمن وسنه 80 سنة، وكان بالقدوم أي آلة أو مكان، وآراء العلماء فيه مختلفة، فقيل واجب للرجال والنساء، وقيل سنة لهما، وقيل واجب للرجال سنة للنساء أو مكرمة، فهو مشروع ليس بحرام، وينبغي ألا يترتب عليه ضرر كبير. والاستحداد هو حلق العانة أي الشعر الذي يحيط بعضوي التذكير والتأنيث، ونتف الإبط أي الشعر النابت عند ملتقى الذراع بالكتف من أسفل، ويمكن إزالة الشعر عن هذين الموضعين بأية وسيلة: بالحلق أو القص أو النتف أو النورة. تقليم الأظفار هو أيضا للرجال والنساء، وفي حديث أحمد وأبي داود: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. قص الشارب أو إحفاؤه وهو للرجال، وإعفاء اللحية وهي للرجال أيضا. وفي الحديث المتفق عليه: خالف المشركين وفر اللحى وأحفو الشوارب. والسواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهو يسن في مواضع كثيرة. والمضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنجاء، ثم غسل البراجم وهي عقد الأصابع ومفاصلها، ويلحق بها معاطف الأذن بمسح الصماخ. إكرام الشعر بدهنه أو تسريحه إذا طال، لحديث أبي داود: من كان له شعر فليكرمه، وعند حلقه يحلق كله أو يترك كله، فقد صح في البخاري ومسلم نهي الرسول عن القزع، وهو حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. عدم نتف الشيب من الرأس أو اللحية، ويجوز تغييره بالحناء وغيرها، ففي الحديث المتفق عليه: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والتغيير بالسواد للرجال فيه كلام، وبخاصة إذا قصد به التغرير والتدليس. التطيب بالروائح الجميلة، ففي صحيح مسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وبعد، فإن هذه بعض سنن الفطرة، ومعظمها ليست بواجبة، وفي بعضها خلاف في وجوبه، وكما قال النووي في شرح مسلم: لا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالإتيان واجب والأكل ليس بواجب، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية،
الدين الإسلامي دين يحض على النظافة، فكما نعلم أن النظافة من الإيمان، والنظافة إما أن تكون شخصية وإما أن تكون نظافة للبيئة المحيطة بالإنسان، فما الذي طلبه الدين الحنيف في هذين المجالين؟ جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في أول كتاب أسرار الطهارة قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الدين على النظافة. وقال: الطهور نصف الإيمان. وعلق العراقي على الأول فقال: لم أجده هكذا. وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإيمان. وعلق على الثاني بقوله بالرمز: رواه الترمذي من حديث رجل من بني سليم وقال حسن. ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ شطر. فاللفظ المذكور في السؤال والجاري على الألسنة وهو النظافة من الإيمان ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى. ولا شك أن النظافة لها تقديرها الكبير في التشريع الإسلامي، لأنها من العوامل الأساسية في المحافظة على الصحة التي هي من أكبر نعم الله على الإنسان، كما صح في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وللنظافة مجالات كثيرة، ففي نظافة البدن شرع الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة بما فيه من تعهد للأعضاء التي يكثر تعرضها للتلوث، وبما فيه من حث على العناية بالاستنشاق والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد استحبابه، وشرع الغسل لأسبابه المعينة، وندب في مناسبات عدة وبخاصة عند الاجتماع والازدحام كما في صلاة الجمعة والعيدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وروى مسلم الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. وندب إلى التزين والتعطر وحسن الهندام وتسوية الشعر وقص الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة وما إلى ذلك من ضروب النظافة. وشرع غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده، وعدم غمسهما في الماء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه، فإنه لا يدري أين باتت يده، وبخاصة من ينامون في العراء ويفترشون الرمال بجوار الإبل والحيوانات الأخرى. وحذر من النوم قبل غسل اليدين من أثر الطعام، وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهوام والحشرات فتضره، وكل ذلك وردت به الأحاديث. وفي نظافة الملبس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه: وثيابك فطهر. وباب النجاسات وإزالتها واشتراط طهارة الثوب والمكان في الصلاة واضح ومفصل في كتب الفقه. وفي الحديث: أصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، رواه أحمد. وفي مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكب في دورهم، والأكب هي الزبالة. وإصلاح الرحال أي المساكن عام يشمل كنسها وتهويتها وتعريضها للشمس وتطهيرها من الحشرات المؤذية وما إلى ذلك.
وحث الإسلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كما رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث اتقوا الملاعن الثلاث: البراز على قارعة الطريق، وموارد المياه، ومواقع الظل. رواه ابن ماجه وأبو داود. وندب إلى تغطية أواني الطعام والشراب حفظا لها من التلوث أو الفساد بما ينقله الريح أو الذباب مثلا كما رواه مسلم. هذه بعض التشريعات التي تدل على عناية الإسلام بالنظافة في كل شيء، وليست النظافة في الماديات فقط بل في المعنويات أيضا، من العقائد والأفكار والأقوال والأفعال والضمائر والنيات وما إليها. والذين يهملون فيها مخطئون، لا نحب أن يكونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا ننسى في هذا المجال حرمة تلويث البيئة بأي ملوث حتى بالرائحة الكريهة كالدخان والثوم والبصل والعرق، وحتى بالأصوات المزعجة المقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله. وكل ذلك وردت به الآثار، والمقصرون مخطئون، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، حدثنا سابقا عن نواقض الوضوء، فهل تحدث أمور يظنها البعض أنها تنقض الوضوء وهي لا تنقضه؟ نود التعرف عليه. نعم، هناك بعض الأمور التي يظن الناس أنها تنقض الوضوء، منها القيء، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به، ومنه أكل لحم الإبل وما مسته النار، ومنه شك المتوضئ في الحدث لا يضر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك في خروج الريح وهو يصلي هل ينصرف؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه أحمد وبعض أصحاب السنن. وروى مسلم وغيره مثله أو غيبا منه، والمراد التأكد من خروج شيء. كذلك القهقهة في الصلاة قال بها الأحناف ولم يصح فيها شيء. هذه بعض الأشياء التي يظن أنها تبطل الوضوء ولكنها لا تبطله، والله أعلم. هل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ وهل تصح صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد؟ الذي ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه بدل منه. ومما ينقض التيمم وجود الماء والشفاء من المرض الذي يتيمم الإنسان من أجله، وانتهاء السبب الذي ألجأ إلى التيمم كاعتدال الجو بعد البرودة، أو غياب العدو المتربص مثلا. ولو زال السبب بعد الصلاة لا يعيدها بالوضوء، أما إن زال بعد دخوله في الصلاة فالوضوء ينتقض. والتيمم يكون لصلاة فرض واحد وما شاء من النوافل، وذلك عند الشافعية. وغيرهم يجيزون صلاة ما شاء من الفرائض والنوافل كالوضوء تماما. وحجة الشافعية أن الوضوء كان لكل فرض كما في الآية، ونسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى عدة فروض بوضوء واحد. وأن البيهقي روى بإسناد صحيح عن ابن عمر قوله يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث. وكذلك لا يجمع بالتيمم بين صلاة فرض طواف فرض، ولا بين خطبة الجمعة وصلاتها، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، بعد أن تحدثنا في أمور الطهارة والاستعداد للصلاة، لابد قبل أن ندخل إلى الصلاة أن نتكلم عن الأذان،
فما معنى الأذان؟ وهل كان الأذان وحيا من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان اجتهادا من بعض الصحابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الأذان في اللغة معناه الإعلام، وفي الشرع معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان واجب أو مندوب، وهو شعار لإسلام المؤذن وللبلد الذي يؤذن فيه. وكان من هدي الرسول وأصحابه في الغزو أنهم إذا سمعوا أذانا في قوم لا يغين عليهم، كما رواه البخاري. لقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وسببه كما قال البخاري وأحمد أن عبد الله بن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون للصلاة، أي يقدرون أحيانها ليأتوا إليها وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا أي نفيرا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وجاء في حديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. جاء أن عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا يحمل ناقوسا في يده، فطلب منه أن يبيعه له ليدعو به إلى الصلاة، فدله على خير منه، وهو صيغة الأذان المعروفة. فلما أصبح عبد الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. ففعل ما أمر به الرسول وأذن بلال. فلما سمع عمر بذلك وهو في بيته خرج يزر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فالأذان إلهام من الله لبعض الصحابة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أقره رب العزة، فكان مشروعا من الله والرسول، ولم يكن اجتهادا من الصحابة أو اقتراحا، فقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فما هي صيغة الأذان والإقامة أو كيفيتهما كما وردتا في كتب السنة؟ لأنه أحيانا يوجد بعض الاختلافات في بعض البلاد حول صيغة الأذان والإقامة. معلوم أن الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة، وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا. وألفاظ الأذان هي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاثة، هي: الأولى تربيع التكبير الأول، أي يقال أربع مرات، وتثنية باقي الكلمات، أي تقال مرتين بلا ترجيع، أي قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا قبل الجهر بهما، ما عدا كلمة التوحيد وهي الآخرة فتقال مرة واحدة، فيكون عدد الكلمات 15 كلمة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. الكيفية الثانية تربيع التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين، كل شهادة تقال مرتين سرا،
والباقي كالتيسؤولة، فيكون عدد الكلمات 19 كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه 5 أحمد وأصحاب السنن 4، وقال الترمذي حسن صحيح. الكيفية الثالثة تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين والباقي كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات 17 كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه مسلم. وألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان بزيادة قد قامت الصلاة قبل التكبير الأخير، ويمكن أن تؤدى بكيفيات 3 هي: الأولى تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة كلمة الحيد، فيكون عدد الكلمات 17 كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه 5 وصححه الترمذي. الثانية تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر الكلمات، فيكون عددها 11 كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وفيه: ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الكيفية الثالثة للإقامة، هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة قد قامت الصلاة، فتقال مرة واحدة، فيكون عدد الكلمات 10 كلمات. وقد أخذ مالك بهذه الكيفية لأنها عمل أهل المدينة، وإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة كما قال ابن القيم. من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة وكلها صحيحة، ولا داعي للتعصب لأية كيفية، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صخر، نود أن نعرف فضل الأذان، ونحن نعرف أن المؤذنين لهم فضل عظيم عند الله عز وجل، وقد يؤدي ذلك إلى بعض الاختلافات في المساجد، كأن البعض يريد أن يستأثر بهذا الفضل لنفسه، فما حكم الدين في ذلك؟ وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة، منها أولا قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري غيره: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، أي في صلاة الجماعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي عملوا قرعة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى فيما رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد: المؤذن يغفر الله له مد صوته أو مدى صوته، ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن راعي الغنم في الجبل يؤذن ويصلي، يقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أما التنافس على الأذان فليس من المعقول أن يمكن أكثر من واحد من الأذان على مئذنة واحدة أو مكبر صوت واحد، فيكفي واحد لإقامة هذه السنة. ورعاية لحرص الكثيرين على الأذان لنيل فضله، أوجد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم
مخرجا من التنافس والتزاحم فندب إلى ترديد ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد روى الطبراني حديثا حسنا يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. وروى مسلم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة والله أعلم. ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بنفسه للصلاة ولا مرة واحدة؟ جاء في كتاب نور الأبصار سبلنجي قال النيسابوري الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا. وقال أيضا ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه. وقال غيره لو أذن وقال أشهد أن محمد رسول الله لا توهم أن هناك نبيا غيره. وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فوكله إلى غيره. وأيضا ما كان الرسول يتفرغ إليه من أشغاله. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن أمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي فدفع الأمانة إلى غيره. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا أثبته أي جعله دائما وكان لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بتبليغ الرسالة. وهذا كما قال عمر لولا الخلافة لأذنت. وأما من قال إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته وأشهد أن محمد رسول الله هذا. وجاء في نيل الأوطار للشوكاني خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة. وقال في معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا وكذا كبار العلماء من بعدهم والله أعلم. فهل للأذان سنة؟ للأذان سنن كثيرة منها أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وأن يكون قائما غير قاعد ومتوهل للقبلة وأن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قوله حي على الصلاة ويسارا عند قوله حي على الفلاح أو يدور على المنارة ليسمع أهل الجهاد وإن كان مكبر الصوت يغني عن ذلك في هذه الأيام. وأن يدخل إصبعيه في أذنيه وأن يرفع صوته بقدر ما يستطيع ومكبرات الصوت يساعد على ذلك ليشهد له كل ما ومن يسمعه يوم القيامة كما رواه البخاري. وأن يترسل في الأذان أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة وأن يسرع في الإقامة وأن لا يتكلم أثناء الأذان والإقامة وأن يؤذن في أول الوقت ما عرف فيؤذن قبله أولا ثم يؤذن في وقته وأن يفصل بين الأذان والإقامة
بوقت يتسع للتأهب للصلاة بالطهور أو الحضور إلى المسجد، وليس هناك تحديد لهذا الفصل. فقد روى مسلم وغيره أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته وهو ملاصق للمسجد أقام الصلاة حين يراه. ويسن لمن يؤذن أن يكون هو الذي يقيم للصلاة، كما يسن للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، كما رواه أحمد وأبو داود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذنه أبي محذورة. كما يسن الترجيع في الأذان.